بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: الإلهام. وينبذ الإلهام بالعراء، أعني به إلهام الأولياء، وقد رآه بعض من تصوف. وإسمة النبي توجب اكتفى، لا يحكم الولي بلا دليل من النصوص أو من التأويل، في غيره الظن وفيه القطع لأجل كشف ما عليه نقعه. وظن يختص بخمس الغيب لنفي علمها بدون ريب، رفع الدرج وتحكيم العرف والأمور تبع المقاصد. قد أسس الفقه على رفع الدرج، وأن ما يشق يجلب الوتر، ونفي رفع قط في الشك، وأن يحكم العرف وزاد منصب كون الأمور تبع المقاصد مع تكلف ببعض وارده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإلهام. يقول الناظم رحمه الله: وينبذ الإلهام بالعراء، أعني به إلهام الأولياء، وقد رآه بعض من تصوفا، وعصمة النبي توجب اقتفا، لا يحكم الولي بلا دليل من النصوص أو من التأويل، في غيره الظن وفيه القطع لأجل كشف ما عليه نقع. والظن يختص بخمس الغيب لنفي علمها بدون ريب. في هذه الأبيات يتطرق الناظم رحمه الله لشيء يراه بعض الناس منشأ للدليل أو للحكم، ألا وهو الإلهام. لكنه رحمه الله صدر هذه الأبيات بالنبذ هذا الذي يدعونه الإلهام، وأنه قد يفيد حكما من الأحكام. والإلهام كما عرفوه هو إيقاع شيء في القلب يسكن إليه من غير استدلال بنص أو إجماع، ومن غير نظر في الأدلة. الإلهام إيقاع شيء في النفس أو في القلب يسكن إليه، أي أن يقع في قلب العبد وفي نفسه شيء يحصل له به الطمأنينة والسكينة، ويرتاح لهذا الذي وقع له في قلبه ونفسه. هذا الذي سموه إلهاما. وربما غر هذا بعض المتصوفة وبعض الذين يدعون الولاية، فأثبتوا أحكاما لأنفسهم، وربما خالفوا بعضا من الشرع بدعوى أن الله ألهمهم هذا الشيء أو ذاك. ومثل ذلك المنامات، فإذا نام العبد ورأى شيئا في منامه وارتاح لذلك الذي رآه، ثم اعتمد عليه في إثبات شيء من الأحكام أو في العمل به في الدين، فإن ذلك كله يلتحق بهذا المذكور هنا في الإلهام. يقول رحمه الله: وينبذ الإلهام بالعراء، أعني به إلهام الأولياء. وينبذ أي ويطرح ويرمى ويلغى الإلهام بالعراء أي بالفضاء. العراء هي الأرض الخالية التي لا شيء فيها، لا نبات ولا شجر، فالصحارى. يقول: ارمي الإلهام هناك ولا تعتد به ولا تلتفت إليه، فهو شيء منبوذ ومطروح لا يعول عليه. وينبذ الإلهام بالعراء،
ما الذي تقصده أيها الناظم بهذا الإلهام؟ يقول رحمه الله: أعني به إلهام الأوليائي، أي أعني بذلك الإلهام الذي يدعيه الأولياء الذين يرون أنهم أولياء لله، وأنهم ربما تكشف لهم شيء أو أوقي في روعهم شيء فيسكنون إليه أو يطمئنون له. هذا الذي أقصد بأنه لا عبرة به ولا يعتد به في الشرع. وينبذ الإلهام بالعراء، أعني به إلهام الأولياء. الأولياء كما عرفهم الله تعالى هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولاية الحقيقية لا تتحقق إلا لمن آمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم واتبع خطاه واقتفى آثاره، وكذلك يتقي الله في سائر شؤونه، فهذا هو الولي. وليس كل من تحقق له هذا يعتبر في مرتبة واحدة مع الآخر، بل هؤلاء أيضا درجات. فكلما كان إيمان العبد أقوى وأرتق، كلما كانت ولايته أعلى وأرفع، ولكل درجات مما عملوا. إذن إذا رأينا شخصا يقال بأنه ولي وكان أكثرنا تقى، فنعم ربما يكون أرفع منا شأنا في هذا المجال نظرا لازدياد تقواه وازدياد إيمانه مقارنة بغيره. ولكن في الأصل الولي لا يكون وليا إلا إذا كان ملتزما بأحكام الشرع. أما الذي يخالف أحكام الشرع بدعوى الولاية فإن هذا ليس من الولاية في شيء. الذين آمنوا وكانوا يتقون، وليس من الإيمان وليس من التقوى مخالفة شرع الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: وقد رآه بعض من تصوف وعصمة النبي توجب اقتفاء. أي وقد رآه، أي رأى الاحتجاج بالإلهام، أو رأى الإلهام حجة. وقد رآه أي وقد رأى الإلهام حجة بعض من تصوف، أي بعض المتصوفة يرى أن الإلهام حجة للملهم أو للولي أو لهذا الذي يدعي هذا الشيء، يدعي هذه الخاطرة له أن يعمل بما رآه أو بما اطمأنت إليه نفسه ومال إليه قلبه وفؤاده. فبعض المتصوفة يرى كذلك. فهذا الذي عناه هنا بقوله رحمه الله: وقد رآه بعض من تصوف. وهؤلاء المتصوفة يقولون إن لهذا الملهم أن يعمل بهذا الذي ألهم إياه أو بهذا الذي ارتاحت له نفسه، يقولون يعمل به في حق نفسه لكن لا يعمل به غيره، فهذا يكون مما اختص به في العمل. وهناك طائفة أخرى من الطوائف الضالة تقول بأن الإلهام يكون حجة في حق الملهم وفي حق غيره من الناس، فلغيره من الناس أن يتبعه في هذا الذي يدعيه من إلهام. وليس الأمر كذلك، بل الصواب هو ما قاله الناظم رحمه الله في البداية: وينبذ الإلهام بالعراء. فلا عبرة ولا اعتداد بأي شيء من هذه الخطرات وبأي شيء من هذه الدعوات والإلهامات المزعومة، بل كل شيء نحتاج إليه في ديننا فهو ثابت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما فرطنا في الكتاب من شيء، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح العباد وجاهد في الله حق جهاده، فليس هناك شيء كتمه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك شيء يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدين. قال رحمه الله: وقد رآه بعض من تصوف وعصمة النبي توجب اقتفاء. أي إذا كان هذا الإلهام وكانت هذه الخاطرة من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه معصوم، وهذه العصمة تستوجب منا أن نتبعه في هذا الذي خطر له وفي هذا الذي اطمأن إليه نفسه
ومال إليه فؤاده وقلبه. إذن عصمة النبي صلى الله عليه وسلم توجب اقتفاءه أي اتباعه في الشيء الذي يفعله بناء على ما يرتاح له من أمور الدين، وذلك أنه معصوم ولا يأتيه الخطأ فيما يتعلق بأمور الدين. إذن نفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره، أما غيره فلا عدوة بإلهامه وخطراته، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكل ما فعله وإن كان مستندا إلى مثل هذا فإننا نعتبره شيئا نتبعه عليه. قال رحمه الله: وعصمة النبي توجب اقتفاء، أي لما كان النبي صلى الله عليه وسلم معصوما فكل شيء يصدر منه ويتعلق بأمور الدين فإن هذه العصمة تستوجب وتتطلب منا اقتفاءه واتباعه في ذلك، لأن الشيطان لا يمكنه أن يتسلط على النبي صلى الله عليه وسلم. أما في حق غيره من البشر فالشيطان يتسلط على الناس وربما خدعهم وربما أتاهم في المنامات وادعى أشياء وأراهم أشياء، وربما تمثل لبعضهم بصور وقال لهم أنا فلان وأنا فلان وأنت أسقطت عنك كذا أو إنك في مرتبة كذا، ويدعم ويدعم، ثم هذا المغرور يغتر بذلك ويصدق إبليس ويصدق الشيطان، فإذا به يهدي في الضلال وكل من اتبعه يهدي معه في هذا الضلال المبين. إذن الشرع واضح وأصول الشرع ومصادر التشريع معلومة، فعندنا الكتاب وعندنا السنة وهذه كلها معروفة وموجودة أمامنا، نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وفيما بلغه عن ربه ونتعبد الله بذلك لا بغير ذلك. قال رحمه الله: وعصمة النبي توجب اقتفاء. ثم قال رحمه الله: لا يحكم الولي بلا دليل من النصوص أو من التأويل، أي هذا الولي أي الذي يدعي الولاية وأنه بلغ رتبة عالية في التقوى لا نقبل له أي حكم من أحكام الشرع إلا بدليل، فالأدلة هي التي تبين لنا الأحكام فهي المستثمر منها، فليس هناك حكم شرعي يثبت بدون دليل، ومن ادعى حكما طلب بالدليل. حتى هذا الولي إذا قال بأنه أوهم كذا أو رأى كذا إننا نطالبه بدليل ذلك من الشرع، فإذا أتى به فالحمد لله وإلا فإن إلهامه ينبذ بالعراء. قال رحمه الله: لا يحكم الولي أي لا يحكم الولي ولا يقبل منه حكم بلا دليل من النصوص، فلا بد وأن يأتي بدليل صريح من النصوص أو من التأويل أي من النصوص المؤولة، فإن هناك الظواهر وإن هناك العمومات وإن هناك وإن هناك، فلا بد وأن يأتي بنص صريح من النصوص أو من النصوص الصريحة، يأتي بنص صريح من الكتاب أو السنة يدل على ما ذهب إليه من حكم، أو يأتي بنص ظاهر يمكن أن يؤول حتى يفهم فيه هذا الذي يدعيه، لأن الأحكام الشرعية منها ما يؤخذ من الأدلة والنصوص بصراحة ومنها ما يؤخذ منها بإيماء أو ترجيح أو تأويل. وقد تقدم معنا التأويل في قول الناظم رحمه الله: حمل لظاهر على المرجوح واقتمه للفاسد والصحيح، صحيحه وهو القريب ما حمل مع قوة الدليل عند المستدل. تقدم شرح ذلك في حينه. إذن لابد أن يكون هذا النص صريحا في هذا الحكم أو يكون دالا عليه بشيء من التأويل، والتأويل هو كما عرفه هناك أن تحمل لفظا ظاهرا على غير أن تحمل لفظا على غير ظاهره وعلى غير المتبادر منه، فتحمله على معنى آخر ولكن بدليل صير ذلك المعنى الآخر المرجوح راجحا، فهذا هو التأويل. أما أن يدعي كل تأويل النصوص وأن هذا ليس المراد به ظاهرة وإنما هو كذا بدون أن يبين ذلك ويثبت ذلك ويشهد على ذلك فإنه لا يقبل، وغيره الفاسد والبعيد وما خلا فلعبا يفيد، أي
التأويل البعيد والفاسد هذا لا عبرة به، وكذلك التأويل الذي خلا من الدليل ومن شاهد من الشرع يشهد له من ذلك يشهد له بذلك فإنه يعد من اللعب والعبث. قال رحمه الله: لا يحكم الولي بلا دليل من النصوص أو من التأويل، فالولي مطالب بالدليل على كل حكم من أحكام الشرع يريد إثباته، سواء كان هذا الدليل نصا صريحا أو كان نصا مؤولا. ثم قال رحمه الله: في غيره الظن وفيه القطع لأجل كشف ما عليه نقع. في غيره أي في غير الحكم، إذا لم يكن الكلام في الحكم الشرعي فقد نصدق هذا الولي فيما يدعيه من إلهام ومن خاطرة، قد نصدقه ظنا أي يغلب على ظننا أنه صادق، وقد نصدقه جزما وقطعا لأجل كشف ما عليه نقع، أي لكون الله قد كشف له شيئا كان فيه غبار. والمقصود هنا أن يكشف الله شيئا لعبد من عباده عن غائب أو مستقبل، شيئا كان غائبا عنه أو عن الذين معه أو عن مستقبل، فيطلعه على شيء من ذلك، هذا الذي يقال بأنه الكشف. وهذا في غير الأحكام الشرعية، فإذا كان هناك شخص عرف بالتجربة أنه ينبئ عن أشياء فتحدث ربما متمرس في ذلك، أو أعطاه الله عقلا ثاقبا في مجال من المجالات بحيث إنه إذا رأى هذا الشيء يمكنه أن يتأوله أو أن يعرف شيئا يترتب عليه، فمثل هذا قد نصدقه، ولكن هذا التصديق يكون ظنيا، وقد نصدقه جزما. فإذا كان كلما ذكر هذا الشيء يحدث كما ذكر فهذا قد يجزم المرء بتصديقه، ولكن إن كان يخطئ أحيانا ويصيب في أكثر الأحيان وأغلبها فهذا يغلب على الظن صدقه، أو نظن صدقه في هذه الأمور التي يذكرها. هذا معنى قوله هنا رحمه الله: في غيره أي في غير الحكم الشرعي فإنه يكون الظن واقعا وواردا في تصديقه، يمكننا أن نصدق به على سبيل الظن دون أن نجزم بصحة خبره ونقطع به. وكذلك وفيه القطع، وفيه أي وفي هذا الغير، قال في غيره أي في غير حكم الشرعي، وكذلك في غير حكم الشرعي أيضا قد يكون تصديقه قطعيا، فليس المقصود هنا وفيه أي وفي حكم الشرعي، لا، بل في غيره أي في هذا الغير قد يكون تصديقه ظنيا، وفي هذا الغير أيضا قد يكون تصديقه قطعيا، هذا مراده هنا رحمه الله، لأجل كشف ما عليه نقع. ويمثلون لهذا الكشف بما أثر أن عمر رضي الله عنه كان مع الناس فإذا به يقول فجأة على سارية الجبل، وكان هناك جيش قد أوفده لحرب ما، فقال على سارية الجبل لأن الله أطلعه على حال من أحوال ذلك الجيش. فهذا في غير أمور الدين، ولكن كأنه كشف له عن حال أولئك، فلما ذكر ذلك عمل به الآخرون فكان فيه نجاتهم. وكذلك ما يحكى ويروى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال في حمل بنت خارجة بأنه ما أظنها إلا أنثى، يعني هو توقع أنها أنثى فكانت كذلك. وهذا لا نقول بأنه كان عن علم غيب، لأنه يقول ما أظنها أو لا أظنها، فهو حكم بغالب الظن، فكان الأمر كما ذكر، فيغلب على الظن أو يظن بأن المرأة قد ينبئ عن شيء لأمر أطلعه الله عليه دون غيره، فيصدق في ذلك إن لم يكن من أمور الدين ومن أحكام الشرع. هكذا يمثل بعضهم لهذا الكشف. قال رحمه الله: لأجل كشف ما عليه نقع. النقع أي النقع هو الغبار، الغبار أي يكشف هذا الغبار ويكشف هذا الغائب عن العبد حتى يطلع عليه، كما أن الغبار إذا أزيل فإن المكان يكون واضحا
يرى ما فيه. ثم قال رحمه الله: والظن يختص بخمس الغيب بنفي علمها بدون ريب. وقبل أن نشرح هذا البيت، لما قالوا هنا في الكشف أن الله قد يكشف لعبده عن غائب أو عن مستقبل، يمكننا أن نرى في أزمنتنا هذه ما يقال في الأحوال الجوية وفي الأرصاد، فإنهم يتوقعون هطول مطر بقدر كذا في مكان ما، أو يتوقعون هبوب الرياح أو العواصف وما أشبه. فهذه ليست أنهم يعلمون الغيب، ولكن رزقهم الله من الأجهزة والآلات ما يمكنهم أن يدرسوا به هذه الأحوال حتى يتوقعوا ما سوف يحدث منها بناء على التجربة وبناء على دراستهم للأحوال الجوية في معظمها. فمن هنا يكون هذا قريبا من الكشف المذكور، لأنهم يتحدثون عن مستقبل فنصدقه مظنا أو قطعا. إذا كانوا دائما يصيبون في هذه التوقعات فإننا نصدقهم قطعا أو قريبا من القطع، أما إذا كان قطعهم واردا في بعض الأحيان فإننا نصدقهم جزما أو نمسك ونتمسك بأقوالهم في الوسط، فلا نكذب ولا نصدق. إذن هذا قريب من الكشف المذكور. قال رحمه الله: والظن يختص بخمس الغيب لنفي علمها بدون ريب. الغيب هنا المذكور بأنه خمسة أقسام، هو الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه المذكور في قول الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الخمسة. إذن هذه الخمس يقول الناظم رحمه الله لا يمكن لأحد أن يجزم ويقطع بأنه يعلمها إلا الله، وعنده مفاتيح الغيب. فالغيب هذا مما اختص الله بعلمه، ومن علم أو أوقف أو أطلع على شيء من ذلك فإنه لا يكون على جهة الجزم وأن ذلك يكون كما توقع أو كما قال قطعا، لا، بل هذا يكون من قبيل الظن فقط. هذا معنى قوله هنا: والظن يختص بخمس الغيب، أي في هذه المغيبات الخمس التي استأثر الله بعلمها، فإن المرأة إذا علم شيئا منها فإنه لا يكون على جهة القطع وإنما يكون على سبيل الظن. والظن يختص بخمس الغيب، أي المغيبات الخمس. فقال رحمه الله: المغيبات الخمسة. قال رحمه الله: لنفي علمها بدون ريب، أي لكون الله قد نفى أن يعلم هذه المغيبات الخمسة بدون ريب. إذن بدون شك وبدون ريب وبدون مرية إن هذه لا يعلمها إلا الله. هذه الأمور غيبية، والتي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها مفاتيح الغيب، فهذه لا يمكن لأحد أن يعلمها على جهة القطع والجزم إلا الله تبارك وتعالى. والظن يختص بخمس الغيب لنفي علمها، أي لأن الله نفى علمها عن أي أحد بدون ريب، وهذا مما لا ريب فيه ولا شك فيه، فهو وحده الذي يعلم حقائق هذه الأمور، وهو الذي يعلم بخفاياها، فعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو.